المقاولون العرب. شكرا جزيلا لهذه الروح. دايما رؤساء الانديه المحترمه الحقيقه دايما بيبقوا قريبين من بعض. رؤساء الانديه المحترمه بيبقوا دايما او المحترمين، كل الانديه محترمه طبعا، ولكن رؤساء الانديه المحترمين الحقيقه دايما بيكون هناك تقارب ما بينهم وما بين بعض. زي ما قلت لحضراتكم ما حدث النهارده في مباراه الاتحاد السكندري لن يشرخ علاقة النادي الأهلي بنادي الاتحاد السكندري، ستظل هذه العلاقة هي علاقة تاريخية. نادي الاتحاد ده نادي كبير قوي في جمهورية مصر العربية وفي اسكندرية تحديدا سيد البلد، هيظل دائما العلاقة ما بين جمهور أو ما بين مجلس إدارة الاتحاد وما بين مجلس إدارة نادي الأهلي ستظل دائما علاقة جيدة جدا. عايز أقول حاجة تانية.